نحن الآن في أراضي زراعية تابعة لقرية باتابو القريبة من الحدود الشمالية قرب استراد باب الهوى. هنا نزل يوم أمس واليوم أيضا نازحون قادمون من مناطق ريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الزاوية جراء استمرار العمليات العسكرية والقصف من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام. الآن سنلتقي بمسنة كانت قد نزحت يوم أمس وحط بهم الرحال هنا في هذه الأرض الزراعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ميت أهلين. والله تحكي لنا من الناس حيا حجة؟ من السرجي من جبل الزاوي ومن قدم الطبوع علينا ما يعني ما صدقنا على الله ننفوت. الله نفذنا ومبارحة طبوع عائلي بيجي 15 نفس كلها تحت رديم بالساعة والله نفذنا الله نفذنا لهون والحمد لله رب العالمين. كم واحد انتو يا يا قلبي والله أنا ما بعرف ما بصحى يعني أعرف العدد ما بعرف. وحاليا هون انتو في خيام تبركوا فيها في محل؟ ما في محل ارتاعنا كله بالأرض. شوفوا مع بالأرض والله لسعوا بالأرض كله مطرت علينا الدنيا بده ينكب كب من نبرك إن الله مع الصابرين. اي والله. طيب يا حجة لسه في عالم هنيك محل ما طلعتوا بمناطقكم؟ والله في 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 ناس تحت رديم ما حد نقزها وناس الله هيك نفذنا وجينا لهون لسه شوف ارتعنا كله بالارض شوف معبي الارض وما عنا خيام ان الله مع الصابرين. بس حجة تقريبا شقد تقبلتوا هنيك بالنزوح من ضيعتكم لهون؟ لهون والله كل النهار تمينا من الصبح لبعد الظهر بعد وايش السبب؟ السبب هذا الضرب قد هارك وهارون هاري هذا السبب ما عم قل لك طبوا حوالينا هاي عائلة بيجي 15 نفس كلها لسه تحت رديم ما حد نقزها والله. طيب حجة على الطريق انتو جايين كان في نزوح كتير كان في عالم على الطريق؟ في بس مو كتير في مو ما في في كتير بس انه يعني في نزوح بس نحنا نفدنا بريشاتنا وما بقى قصرنا سيارة نحن نطلع ما بقصرنا نشال بالحيطان دخيل امان حدا يجي يشيلنا حدا ما في ما حد بيشيل حدا ما بقى حدا يسجر يتحم وهلا خلق في عالم ما بقى تضي تطلع في عالم كتير قطعت هونيك والله اي والله والله على الله الكل ايش بدنا نسوي. اذا تستمر معاناة السوريين جراء موجات النزوح المتتالية من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وايضا منطقة أريحة وسراقب جراء استمرار العمليات العسكرية آلاف السيارات تغص بها طرقات الواصلة الى الشمال السوري. النازحون حقيقة هنا يتجهون الى المجهول الى اللا مكان. هناك اعداد كبيرة ايضا كانت قد توجهت الى مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات في ريف حلب الشمالي. هنا ايضا في مناطق ريف إدلب الشمالي المناطق الحدودية بعض القرى والبلدات أيضا التجأ إليها أعداد كبيرة من النازحين. هناك مناشدات كبيرة من النازحين لإقامة مخيمات ومراكز إيواء جديدة من أجل استيعابهم ريثما يتم وقف إطلاق النار أو ريثما يتم إيجاد حل لأزمة النزوح الكبيرة التي تعيشها قرى وبلدات القرى والبلدات الحدودية في ريف إدلب الشمالي. كان معكم من أراضي الزراعية في بلدة باتابو بريف إدلب الشمالي منصور صبرا حلب اليوم.